واحد بيقول عندما تجسد اللقمة أخذ روحا بشرية، هذه الروح فارقته على الصليب، فأين توجد هذه الروح الآن؟ لما رجعت له تاني في القيامة، هو قال في يديك استودع روحي، فالروح البشرية فارقت الجسد البشري وذهبت إلى أقسام الأرض السفلى وبشرت الراقدين على الرجاء وفتحت باب الفردوس ودخلت الراقدين على الرجاء ودخلت اللص اليمين، رجعت للجسد واتحدت به في القيامة. أنت فاكر فارقته للأبد؟ لا، ده ساعة الموت فقط ورجعت في القيامة.